وأشهد لمن يصلي ويصلي ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتغي عزات آيات تضر في الموقات لتكتير الأولياء البهية ويوم الصلابة والقدرية لسلوك الشهادية الكبيرة وفي الجميع أيقيت نتقة التأثر من قصة من قرور النسان أبو قرية لا لما من النسب الشريف كلهم طول المسامع بهلا وأستعين بحول الله تعالى وقوة الكبيرة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسم شيبة الهملك من اتصال الثانية لبني هاشم واسم عمر لمناف واسم غيرة التي تم الاتقاء لأولياء ابن قصي واسم جامع ثم ابن قصي لتقاسيب من ابي قضاءة القاسية الى ابراهيم ابن كلاب واسم وكيل بن مرات بن كبير الغالب بن ابن وإلى سن سبب بطون القراشية وما بقى كنان كما جنى اليه الكثير الضغاء ابن مالك بن النار كنانة بن بسيمة بن ربط بن ياسا وهو أول من أهدى البلغ إلى رهان الحلبية وسمي في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى ابن مر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نزبر إلى بنان السنة الثانية وارفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك نشار وأبى وأدنى الولد إن سائر من أجل إسماعيل نسبة ومنتمى فأجب به منك تلقت كواكب الدر وكيف له السر أكرم صلى الله وسلم سعادة المنتقى لا سبب تسلك يد ابن جمعة فسيك رسول الفكار أنت في رتيمة الأسماء وأكرم به من نسب ترى الله تعالى من سباع الجاهلية أولى نتن للأكبار له في بعض الهني والرواء الفجاء إلى كرامة لمحمد الأباء ولم جعل ترك السلف من سبعاد من آدم وإلى أبي وأمي سراة سرى نور النبوة في أسار الإبراهية وأبعد نور في جبي جدي عبد المطلب أبيني عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإزار جسم وروح بصورة معنى نقله إلى مقام من سلفة عامية السرية وخص القريب المجيب بأن تكون أمة المصطفى ونوري في السماوات والأرض الأبنان والنار سانت سبا كل سبب المبين نسيم سبا وفوسيت الأرض وعدة لجميع النبات والأنسندوسية وأينت السمار وعدنا الشجان جنا ونتقبع لكل دابة لقريس بكساء الأرسل الربية وفرت نسلة أصنام رجوه البارية وتعشت نوالي من السرور كسر الشرة الجن إلى لجم أنت قدر كانت ريبة الربانية وله جريك لكل أمر كبير وفي ولا يسنيتا وأديت أم في المنام فقيل لها إن بكل سجان عالمين كالبرية وسمي سادة محمدا لأنه ستمد قبا صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حوله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قرية تنصر يقال بني علي من الطائفة النجارية وما كسب شهوا سقيما يؤانون سقما وسقوا
Walamata mamino raja tesilin kamaria wa anari tamani anjali an musada agara umula tamari asya tobu tinistwa timina hadira tilkudusia wa akasan makadu falaratu sallallahu alayhi wa sallam nurayatun al-lamsana. أشرق المنار على الأبطاء فأشهد أن تشيم شأن أنت بدر أي أنت Yeah.
Allah.